مفيش فايده كمان بتضربه قصادي. طب ايه رايك دي لوحدها جريمه يا باشا؟ انا ما نطقتش والله. اما نشوف جايب معاه محامي ده ولا جاي لوحده. في ثلاثة معاه بره، وفي منهم واحد معاه توكيل من اخت المتهم. ثلاثة محاميين ليه يا ابني؟ المسألة مش مستاهلة يعني. هات لي محامي من اللي واقفين بره، خلينا نبتدي بقى. لما انت تقدر توكل ثلاثة محاميين يعني، ايه اللي رماك الرمية السودة دي؟ لا يا باشا لسه بسأل نفس السؤال ده. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صباح النور يا شيخ يحيى. إحنا مش مستنيين حد يعرفنا شغلنا. معلش يا فندم، وأذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا سأثبت لسيادتكم أن هذه القضية ملفقة تماما من البهوات في مباحث أمن الدولة، وسيعينون الله على أن نثبت خلطها وخطائها تماماً، كما فعلنا مع كل الذين اتهموهم ظلماً وعدواناً، مثل الأخوة العائدون من أفغانستان، والأخوة العائدون من ألبانيا، والأخوة العائدون من الصومال، والأخوة العائدون من كشمير. أيوة، الأخ ده عائد منين؟ مين ده يا باشا؟ ده المحامي بتاعك. أنا معرفوش، ولا وكلته ولا عايز أوكله. الحاج إسماعيل أبو شنب اللي جبت له براءة في قضية اغتيال عاطف صدقي، هو اللي وكلني بتوكيل من الأخ حسين زوج أختك أم عبد الرحمن. أصله بيقرأ في نفس المقراءة مع أخونا عطا الأنصاري اللي كان المتهم العاشر في قضية الناجون من النار. أقبض على كل الأسماء اللي قالها دي سيادتك. أحلق شنب الحاج إسماعيل نفسه لو كنت أعرف اسم واحد من اللي قالهم دول يا باشا. لا إله إلا الله، واضح إن التعذيب أثر على موكلي. يا ابني أنا عايزك تطمن، أنت هنا لست تحت دائرة نفوذ وزبانية أمن الدولة وجلاديها، أنت هنا أمام العدالة، ومهما حاول الطواغيت أن يحجبوا العدالة فلن يستطيعوا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم فاكرين نفسهم إيه؟ مالكين كل شيء بإيديهم؟ بس إذا كانت دولة الباطل ساعة فدولة الحق إلى قيام الساعة. ولا تحسبن الله غافل عما يفعل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا باشا انا بنكر سيرتي بالراجل ده، مش في اتنين محامين بره جايين لي؟ انا عايزهم. انا موافق يا باشا يقول اللي بره. الراجل ده لو فضل يتكلم كده سيادتك هتصدق اعترافات سالم وهتطلب لنا اعدام. كل ما تم انتزاعه من اعترافات هي بالتاكيد اعترافات باطله، وتم اخذها تحت التعذيب، وهو تعذيب لن يمر مرور الكرام، وسنقاضي رئيس الجمهوريه شخصيا عليه. يا عم ابوس دقنك يا عم الحاج، انت ما تعرفش ايه اللي مكتوب في الاعترافات. اعترافات ايه بس يا ابني؟ هو احنا لسه فتحنا تحقيق ولا حد منكم ادلى باقواله اصلا؟ الله، هي اعترافات سالم لسه ما جاتلكش يا باشا؟ اي اعترافات حصلت قدام اي جهه غير النيابه تبقى باطله، غير قانونيه. والنيابه اصلا ليست قانونيه، ولكننا مضطرون للتعامل معها الى ان يتم تطبيق شرع الله. احبسه احبسه يا باشا، انا معاك، احبس الراجل ده. اثبت يا ابني ان المتهم رافض المحامي بتاعه. هو معاه اتنين تانيين بره صح؟ في محاميه موجوده بره من مركز حقوق الانسان اسمها منى وشعرها منكوش كده. ايوه. يا نهار اسود، ليه بس كده يا رب؟ اهدي بقى سيادتك، مش هتحبسني، الكلام اللي هي هتقوله هيحبسها هي شخصيا. يا سلام، انت هتقعد تنقي في المحامين كمان. في محامي موجود بره جايبه لك مراتك. مراتي؟ ايوه. يا باشا انا عايز المحامي اللي جايباه مراتي. انا موافق ان المحامي اللي جايباه مراتي يترفع عني، بس راعي سيادتك ان انا مش متجوز اصلا. يوم بحاله يا سعاده الباشا وهو في حضني، وكل ما يقول لي يا بنت قومي روحي اقول له لا يا حبيبي، ده انت وحشتني ما صدقت شفتك. يقول لي يا بنت انا خايف عليكي من ابوكي، اقول له لا يا حبيبي خدني في حضنك، ده انت وحشتني قوي. خدك ربنا يا بعيده يا باشا، دي بنت مجنونه. في واحده تتجوز واحد عرفي تساح نفسها وتساحه في النيابه. حقه يا باشا ينكر، بس انا لا يمكن اشوف واحد بيتظلم واسكت عشان اخاف من فضيحه. دي ما بقتش فضيحه، ده بقى خبر في صفحه الحوادث. يا حضرة الباشا، محمود مظلوم، عمره ما يفكر ان هو يقتل الرئيس. الرئيس مين اللي بتتكلمي عنه ده؟ الله، مش محمود يا باشا متهم بمحاولة قتل الرئيس؟ مين اللي قال كده؟ أمال أنا متهم بإيه سيادتك؟ ده إذا كان من حق أعرف أساسا. يا ابني تهم إيه يا ابني؟ هو أنا لحقت أتهمك بحاجة أصلا؟ أنت من ساعة ما جيت وأنت قلب لنا دماغنا مش عارفين نشوف شغلنا. أيا كانت التهمة يا سعادة الباشا، أنا جاي أثبت الجواز العرفي، حوله جواز رسمي دلوقتي حالا. أقولي كده بقى يا باشا، دي جاية تتجوز مش جاية تشهد. شوفي يا شيرين، لو لفوا حبل المشنقة حوالين رقبتي برضه مش هتجوزك، مش بالغصب يا باشا. يا أخي حرام عليك، أعمل إيه تاني عشان ترحمني؟ أرمي نفسي من الشباك وزم يبقى في رقبتك يا محمود. الحق يا ابني، الحق يا ابني، البت دي هتودينا في داهية، هتعمل لنا مصيبة. ساعة
سيبها تنط سيادتك، انا هشهد في صفي. مو هيحي كده يا ضربه انت. قسما بالله انت لو ما طلعتي من هنا حالا انا هعمل لك قضيه ازعاج سلطان وقضيه تحرش بمتهم. اكتب. اخرس انت، ما اسمعش نفسك. حاضر شكرا. ايه الجنان ده؟ وانت قاعد تتفرج عليا؟ ما تلم الموكله بتاعتك دي يا اخي. انا اسف يا فندم بس ايديها تقيله شويه. على فكره اللي انت بتعمليه ده اكبر غلط. انت جبت المحامي ده منين؟ ها انت بتقول لها ايه يا ابني؟ ما صدقنا هديت. بكبر في ودنها سيادتك، البنت هتقع مننا في الاوضه. مالكش دعوه بيها خالص. وانت يا ست انت، انا هراعي ظروفك اللي مش عايز اعرفها من الاصل. وانت تاخد موكلتك دي وتخرج من قدامي حالا قبل ما ارجع في كلامي. يلا ماشي يا محمود. انا لو صدرت لك في حاجه تاني بقى تلف في وشي. يا رب تاخد اعدام. يا رب اعدام. مش لما اعرف تهمتي الاول. ممكن بقى سيادتك تشرح لي اللي حاصل عشان انا ما بقتش فاهم حاجه خالص. يا رب يعدموك يا محمود. اهدى يا رب يعدموك. يا رب تلبس الفضه الحمراء. محمود وسالم يا رب تشوف الفضه الحمراء يا شيخ. ان شاء الله يا بعيد. يا عادي يا رب يا بس ده مين كلام يا رب؟ استنى محمود لما نفهم في ايه. انا جاي معاك يا شريف. فاهمه حاجه؟ انا مهببه. فهمينا يا بنتي في ايه؟ ايه اللي حصل ده؟ تحكي لي بقى. هو يا اخويا ان شاء الله. ايوه انا بينادوا عليك يا استاذ. استنى ايوه انا جاي معاكي. انا جاي معاك يا استاذ. عايزك جوه. اتفضلي معايا. ايه شيل ايدك؟ انا محاميه. ايه ده؟ معلش يا اخ الباشا عايزها هي. ليه بس؟ معلش كده؟ معلش يا اخ. يا اخ الباشا عايزها هو. معلش يا اخ. لا حول ولا قوه الا بالله. عايز تجري وراها؟ تجري وراها على ايه؟ هي دي مش كانت خطيبه ابنك؟ تتفلق. اهلا يا استاذه. اهلا. ممكن الكارنيه بقى ناخد بياناته علشان نبتدي التحقيق اللي مش عايز يبدا النهارده ده؟ عندك اعتراض على المحاميه بتاعتك يا محمود؟ لا يا باشا اللهم لا اعتراض. اهلا يا استاذ. ازيك يا محمود؟ مش عاجبك في ايدي كمان يا محمود؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ والله يا باشا انا اللي مستني الاسئله عشان افهم حكايتي منك بالظبط. ممكن بقى قبل بدء التحقيق اطلع على المحضر اللي متقدم من مباحث امن الدوله؟ وايه علاقه مباحث امن الدوله بالمحضر بتاعنا؟ يعني ايه؟ امال هو كان محتجز عندهم ليه؟ انا ما عنديش معلومه ان كان محتجز هناك. المتهم جاي لي من الشرطه وجاي معايا محضر وتهمته مخالفة حظر الصيد والتسبب في تلوث البيئة البحرية الذي حدث عن انفجار موتور المركب الذي كان يستقله هو وشريكه قبل غرق المركب. بس كده؟ بس كده؟ دي جنحة يعني فيها حبس وغرامة. ربنا ما يجيب حبس وغرامة يا باشا. أيوة بس اللي أنا عارفة أنه كان متهم المباحث أمن الدولة بالتخطيط لاختيار رئيس الجمهورية. خلاص بقى ما تفكريهوش، يمكن ما قراش الورق للآخر. انت بتقول لها ايه؟ يا باشا واضح ان هي في لبس، يعني واضح ان هي جايه المتهم عشان القضيه الثانيه، انا بتاع تلوث البيئه والصيد من غير ترخيص. ممكن اقرا المحضر لو سمحت؟ ممكن جدا، اتفضلي. بس بسرعه ارجوكي علشان نبتدي التحقيق بقى. انا مستحملك على الاخر علشان ما تطلعيش بره تقولي ان النيابه ما بتديش المتهم كل حقوقه، ها؟ والحاجات بتاعت حقوق الانسان دي. انما خلي بالك للصبر حدود. حضرتك مش بتمن عليا بده، المتهم لازم ياخد حقوق.